دل على السلامة يا معلم حامد، والله وليك وحشة. طول عمرك واعي من يوم ما كنت شغال صابي عند قلاش، ولسانك ناعم زي التعابين. وقلاش اختفى فين يا منصور يا جندي؟ قلاش؟ قلاش مين؟ مش واخد بالي. هو عيب تجارة الشمال صبيانها تغدر بمعلمينها؟ العيب انك بتنبش في الماضي من غير ما تفهم اي حاجة. الماضي خلاص يا حامد انتهى. ما كنتش فاكر ان كلابها حسيب على ديابها. خلاص الحق راجع على يد ابني، وهيبقى كبير السوق، وانا هدخل السوق من باب الكبير. ابني هيرجع حقي، دي رؤية شفتها في المنام وانا عندي سيدك السيد البدوي. مدد 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 بلا عدد. مدد مدد مدد. ريح العظمة انت يا معلم حامد وابلع لسانك، احسن انا ابني غشيم وانا مش عايزه يغلط في راجل كبير. سميها زي ما تسميها، العين اللي هتترفع في ابويا هعميها لحد ابويا، ومش هعمل حساب لا الشيبة ولا العيبة. خليك انت الكبير يا كبير. شرفت يا معلم حامد، لينا عتبة نتكلم فيها، مش هنرص الكلام قدام اللي يسوى واللي ما يسواش قدامي. يلا استفردوا بينا في غيابك يا سيد المعلمين، ودينا بنطاطي واحد ورا التاني. ما تحملش الراجل هم فوق همه يا عثمان. شلنا الهموم كلها من بعديك يا معلم حامد، يا والد الأصول يا حجاني.